مساء الخير. اليوم راح اسوي راح تشوفون معي طريقتين لشم بوصل. سبق وطلبتوا مني الطريقه اللي كنت سويتها اول مره، انا راح اسويها مره ثانيه، بس راح اخليها كلها فيجن، يعني راح اقلي بعض المقادير اشيلهم واخلي بدالهم المقادير تماما ناتشورال طبيعيه. راح نبدأ بالوصفة الأولى. الوصفة الأولى راح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولاً مواد المرحلة الأولى راح نأخذ البي تي أم أس 50. البي تي أم أس 50 هو مشتق من زيت نبات الكولز الطبيعي، فهو نباتي بالكامل. راح يخلق طبقة رقيقة جداً على الجلد والشعر، وأيضاً راح يعطي لمسة حريرية. المادة الثانية اللي هي الستيل الكحول. ستيل الكحول هي حمض دهني، راح يعطي لمسة حرارية للمنتج النهائي. المادة الثالثة راح تكون الستيريك أسيد أو الحمض الستيريك، يعتبر من الأحماض الدهنية أيضا الموجودة بشكل طبيعي، يعتبر مرطب للجلد. بعدين عندنا زبدة المانجو. زبدة المانجو أيضا لها خصائص ترطيب، بس مو مثل زبدة الشيا، أقل شوية لشعره دهني، تكون مناسبة جدا. نحط الوعاء على جنب وناخذ الوعاء الثاني الأكبر حق المرحلة الثانية. أول شيء راح ناخذ المنظف الأساسي اللي أنا عدلت عليه في هذه الفورمولا. كان عندي أول اثنين من نفس النوع SCI والثاني SCS، فعشان الفورمولا تطلع عندي وايد نباتية راح استخدم SCI بس. بعدين راح نضيف المارشميلو روت باودر. المارشميلو روت باودر عبارة عن نبات عشبي يقضي ويفك التشابك، يرطب فروة الرأس، يمنع التقصف، وهو أكيد من مصدر نباتي. بعدين راح نضيف دي البانثانول. دي البانثانول يعتبر من الإضافات الممتازة، هو البرو فيتامين بي 5، يزود الشعر أو خصلات الشعر بالقوة. نيجي لمواد المرحلة الثالثة اللي هي السائلة. راح نجهز بيكر نحط فيه أول شيء الليكويد سيلك. الليكويد سيلك يعتبر منتج طبيعي مستخرج من دودة القز، يغطي الشعر بطبقة حماية ضد الجفاف اللي تسببه الأجهزة الحارة اللي مثل ستريتنر أو السشوار. بعدين نضيف الزيت العطري، طبعا لكم حرية الاختيار في اختيار الزيت العطري. بعدين حق اللون، أنا حطيت هني لون قابل للذوبان في الماي، بس لازم ننتبه لأن نحط شوية عشان نقدر نشيله بعدين. بعدين راح يجيني المنظف الثاني النباتي اللي هو الكوكاميدو بروبايل بيتين. هو طبعا مادة هي يعني المادة المنظفة هي راح تعطيني الفقاعات والرغوة، وأيضا مستخرج من زيت جوز الهند. آخر شيء اللي هي المادة الحافظة، أنا حطيت الأوبتيفن، طبعا هي مادة حافظة طبيعية. راح أخلطه أشوف اللون إذا يبي له لون زيادة أو لا. لحد الحين اللون زين معاي، بس إذا بعدين احتجت ممكن أضيف. الحين هي حق الجزء الأول اللي هي المواد اللي حطيناها، راح نحطها بالمايكروويف عشان نذوبها. هذه بعد ما طلعناها من المايكروويف ذابت طبعا بالكامل، أنا راح أنقل المنظفات لشيء أوسع عشان أقدر أخلطه، وبعدين أضيف عليه اللي ذوبته بالمايكروويف. راح أحاول أخلط، أدمجهم كلهم مع بعض. يبي له شوية وقت بس عشان ينخلط، عشان أضمن إن كل شيء اختلط مع بعض. آخر شيء راح أجيب المواد السائلة أو أضيفها عليه.
إني راح أشوف إذا يحتاج لون زيادة أو لا. أخلطهم كلهم مع بعض لين أشوف القوام عندي اختلط كله مع بعض. أنا أعتقد كان يبي لون شوية فزدت شوية بعد عشان ما أزيد أكثر، وأخلطه يعني أحاول أحركه عشان يختلط كله مع بعض. هو يتعب شوية بس النتيجة راح تكون حلوة. الحين راح أبدي أحطه في القالب. إذا ما فيه أنا عندي هذا القالب، إذا ما فيه ممكن أي قالب سيليكون تحطينه وتضغطين عليه عشان يطلع لك مثل الديسك. أنا راح أسوي في هذا القالب. طبعا أحط الميزان عشان تصير القوالب كلها نفس الوزن نفس الشكل. راح أحط ورق الزبدة من تحت ومن فوق عشان ما يلصق معاي بهذا الشكل، وراح أبدي أفرق الخليط في القالب. وراح أضغطه عشان يصير معي مثل الديسك، وهذا اليدوي. في طبعا أشياء آلات كهربائية أو شيء أكبر بس هذا يؤدي الغرض. راح يطلع معي بهذا الشكل الديسك. راح أسوي واحدة ثانية نفس الطريقة، نتبع نفس الخطوات. أحط ورق الزبدة فوق وتحت، راح تطلع معي نفس الشكل. طبعا يبي لها مو أقل من 3 أيام بس عشان تمسك معاي ما تذوب معاي مع الماي. رح نيجي للطريقة الثانية. الطريقة الثانية أيضا تحتوي على 3 مراحل. رح نبتدي بالمرحلة الأولى اللي هي المواد اللي رح تحتاج إلى تذويب في الميكروويف. راح نبدي في البي تي ام اس 50. مثل ما عرفنا البي تي ام اس 50 مشتق من زيت نبات الكولز الطبيعي، يخلق طبقة رقيقة جدا على الجلد والشعر ويعطي لمسة حريرية للمنتج النهائي. هو طبعا مستحلب. بعدين رايحين للمنتج الثاني اللي هو الكوكو بوتر، زبدة الكاكاو. أيضا زبدة الكاكاو تعطي رطوبة وتنعيم للشعر. نيها حق زيت الأملة، ممكن نضيف زيت الأملة، ممكن إضافة أي زيت ثاني متوفر عندكم. طبعا زيت الأملة يعتبر مصدر غني بفيتامين إي وسي، يقوي جذور الشعر. بعدين نيجي للستيرك أسد. الستيرك أسد مثل ما قلنا هو يعتبر من الأحماض الدهنية الموجودة بشكل طبيعي، يعطي أيضا خصائص ترطيب للشعر. راح ندخلهم بالمايكروويف إلى أن يذوبون تماما. بعد ما طلعناهم من المايكروويف أنا قيس درجة الحرارة عشان راح أضيف المادة الحافظة، ما يصير تكون درجة حرارة عالية. راح أضيف المادة الحافظة اللي أنا استخدمتها أوبتيفن، ونصبها في القالب. وأحطها بالثلاجة عشان تجمد. نيجي الجزء الثاني
أنا راح أستخدم الـ SCI المنظف النباتي. طبعاً راح أستخدم في حالته اللي هو النودل، شكل النودل. الـ SCI هو طبعاً مشتق من زيت من جوز الهند، يعتبر منظف أساسي نباتي، راح يعطيني الرغوة والفقاعات، طبعاً خالي من السلفات. ني حق الـ SLSA اللي هو المنظف الثاني، أيضاً هو من أساس نباتي ومشتق من جوز الهند. طبعاً هذا على شكل باودر، يستحسن لبس الماسك لأنه هو يؤذي شوية بالتنفس. وطبعاً يختلف عن الـ SLS. المادة الثانية راح تكون الكاولين كلي اللي هي طين الكاولين. طين الكاولين ينظم إنتاج الزيت، يمنع الشعر الدهني، مع الحفاظ على توازن الرطوبة الصحي. في الوصفة هي ممكن نحط لون مايكا. أنا سبق وإني عملت تجربة ما عجبني اللون، ممكن يعني أحط شوية، فبحاول أجرب أحط اللون اللي قابل للذوبان في الماء. راح أحطه بداله، لأن إذا مايكا يكون بهذه المرحلة، بس لأنه زيت لأنه سائل راح أحطه في المرحلة الأخيرة. ني حق تجهيز المواد السائلة، راح ناخذ يعني كوب كاميدو بروبايل بيتين اللي هو المنظف، هو طبعا من أساس نباتي مشتق من جوز الهند، رائع جدا هذا المنظف. بعدين أضيف الزيت العطري، طبعا أهم لكم الخيار في اختيار الزيت العطري. بعدين أضيف المادة الحافظة، أنا هني خذيت الأوبتيفن بلس. راح أضيف الإكستراكت، أنا اخترت هني الأوت إكستراكت لأنه يهدئ فروة الرأس ويرطب الشعر وفروة الرأس، يحسن مرونة خصلات الشعر، أيضا يعتبر رائع للشعر الجاف والتالف، ممكن استبداله بأي مستخلص ثاني. وأخيرا الستريك أسد عشان نعادل البي اتش، راح يكون البي اتش وايد عالي فالستريك أسد راح يخفض شوية. والماء اللون مثل ما قلت اللي هو السائل، أحط أنا شوية بعدين لما أخلطه أشوف إذا أبي لون زيادة أو لا. راح أطلع قالب من الثلاجة بعد ما طبعا جمد، وراح أقطعه لقطع صغيرة. راح انقل الخليط لوعاء اكبر شوية عشان ابدي اخلط. راح اضيف المواد المرحلة الثانية، واضيف القطع اللي قطعتها وابدي اخلط. احاول اخلط الخليط بحيث هذه التكتلات كلها تروح، وباليد يصير اسهل وايد، فأحاول أن أتخلص من هذه التكتلات كلها. راح أضيف المواد السائلة، وأبدي أخلطها، أحركها لين تختلط تماماً. شفت اللون شوية فاتح، زدت هني شوية وحطيت شوية لون مايكا باودر عشان يعزز لي اللون أكثر.
إذا وصل لهذا القوام معناته جاهز للضبط. نفس القالب السابق راح استخدم أيضا نفس الشيء. طبعا راح أحط ورق زبدة فوق وتحت عشان ما يمسك يلصق القالب، وأوزن الخليط عشان الديسك يطلعوا لي متشابهين كلهم ديسكات. هأبدي أوزن وأحط ورق الزبدة فوق وأبدي أضغط. رح يطلع لي بهذا الشكل. أسوي الثانية نفس الخطوات. تطلع معاي بهذه الصورة. راح أسوي تيست شلون يرغي. طبعا هو للحين ما شوية يعني مسك، بس عشان أراويكم شلون الرغوة راح تصير. أتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوني بالسبسكرايب واللايك، وأشوفكم في فيديوهات أخرى.